بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. معا نتدبر القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. هي مجموعة من المحاضرات الغرض منها إن إحنا كيف نقرأ القرآن وكيف نستمع إلى آيات الرحمن وكيف نقف على مدلول تلك الآيات حتى نقوم بتفعيلها في واقع حياتنا، لأن المطلوب في التعامل مع القرآن إن إحنا نفهم مقصود الآيات ومراد الرب سبحانه وتعالى ثم نفعل هذا الأمر في واقع حياتنا. كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. معنى ذلك الكلام أنه كان يفعل ما ينزل عليه من ذلك الوحي في واقع حياته، وده كان حياة أيضا الصحابة رضي الله عنهم تربوا عن طريق القرآن. بإذن الله سبحانه وتعالى إحنا هنلتزم في المحاضرات من خلال المذكرة، هنلتزم إن شاء الله تعالى في المحاضرات من خلال المذكرة، قلنا حتى يعني ننشغل، لا ننشغل بالكتابة ولكن ننشغل بالاستماع وأيضا الفهم. المطلوب إن إحنا ما نهتمش بمسألة الكتابة لأن هتبقى المذكرة معانا، وإن شاء الله تعالى أنا لن أخرج عن المذكرة إلا في القليل، وهذه المذكرة هنتعلم خلالها كيف نتدبر القرآن بصورة عملية، بصورة عملية. في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزل الله القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق وإسعادهم في الدنيا والآخرة ولرفع المعاناة والمشقة والتعاسة عنهم في الدنيا والآخرة. في بعض القواعد التي لابد من تثبيتها داخل النفس، لابد أن أنا أصحح النظرة إلى القرآن. كيف أصحح النظرة إلى القرآن؟ ده من خلال قواعد وأسس لابد من أن نبني ونرسخ هذه القواعد داخل النفس، حتى إذا كنا نبدأ في التعامل مع القرآن هنستدعي هذه القواعد وتلك الأسس التي رسخت في نفوسنا. لقد أنزل الله تعالى القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق ولإسعادهم في الدنيا والآخرة ولرفع المعاناة والمشقة عنهم والتعاسة في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل الذي خلق الخلق والذي تكفل بأقواتهم وأرزاقهم، فدنيا الناس متوقفة على رزق ربهم لهم، وكذلك سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة متوقفة على استقامة الإنسان على كتاب رب سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم والذي قام بإبلاغه البلاغ المبين. يبقى كما أن دنيا الإنسان متوقفة على رزق رب سبحانه وتعالى، كذلك سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة متوقفة على استقامة الإنسان على كتاب ربي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قام بإبلاغه البلاغ المبين. والله تعالى كما قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه آية احنا بنقرأها في سورة طه. الله عز وجل كما بيّن لنا في هذه الآيات: فإما يأتينكم مني هدى، هذا هو الهدى الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، وبالتالي يتوقف سعادة الإنسان وشقاء الإنسان، هداية الإنسان وانحراف الإنسان على مدى اتباع الإنسان لهذا الهدى الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. يبقى لو سعى الإنسان أراد السعادة، أين سعادة المرء؟ في امتثال ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى عشان يسلك الإنسان طريق الهداية ولا ينحرف ويأمن على نفسه الانحراف. يبقى يتبع ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان واضح من رب العالمين سبحانه وتعالى. أنزل الله عز وجل القرآن لسعادة من يتبع هذا الهدى،
وكذلك هداية من يتبع هذا الهدى. الشقاء والتعاسة في الإعراض والتولي عن كتاب الله سبحانه وتعالى، فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى نأمن الجانب ده، يبقى نسير على طريق الهداية وفعلا أن نحصل على السعادة من خلال اتباع الإنسان لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. والتعاسة والشقاء في إعراض الإنسان عن كتاب رب سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. إذا أعرض الإنسان عن ذكر رب سبحانه وتعالى ماذا ينتظره؟ ينتظر العذاب كما قال ربنا سبحانه. لذلك قال أيضا في الآية في سورة البقرة: فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله سبحانه وتعالى دعانا أن نستقيم على أمره. كيف نستقيم على أمر الله عز وجل؟ بامتثالنا لأوامره واجتنابنا لما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الاستقامة بصورة مبسطة هو أن نمتثل لكلام الرب سبحانه وتعالى ونمتثل لأوامره، وأيضا أن نجتنب ونبتعد عن نواهيه، ما حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى، حتى تكتب لنا أو يكتب لنا السعادة والفوز في الدارين. سعادة المرء متوقفة على اتباعنا لما أنزل الله عز وجل عن رسوله، وتعاسة الإنسان شقاء الإنسان في الدنيا والآخرة تتوقف على إعراض الإنسان وتوليه عن كتاب ربي سبحانه وتعالى. لما دعانا الله عز وجل نستقيم على أمره بامتثالنا لأوامره واجتنابنا لنواهيه حتى يكتب لنا السعادة والفوز والفلاح في الدارين في الدنيا والآخرة، وأن الطريق المستقيم هو الطريق الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. الطريق المستقيم هو الطريق الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، هو الطريق الموصل إلى الجنة. يبقى سبيلنا أن نكون من أهل الجنة هو أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله تعالى دعانا إلى دار السلام، دعانا إلى الجنة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكروا. لهم دار السلام عند ربهم. يبقى من استقام على أمر رب سبحانه وتعالى ما له عند رب سبحانه وتعالى؟ يبقى دار السلام، هذه الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. لا سبيل لنا أن نصل إليها إلا من خلال استقامة الإنسان على شرع ربي سبحانه وتعالى. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرى قدوهاهم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فالله عز وجل بيّن لمن استجاب لرب سبحانه وتعالى، دعانا استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. استجيبوا، فالله تعالى دعانا استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. والله تعالى كما قال وكما بيّن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، استجابة لأوامر الرب سبحانه وتعالى، أن نمتثل لأوامره ونجتنب عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. الذين استجابوا ربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وما هم جهنم وبئس المهاد. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ما هي الثمار التي نصل إليها
لو استقمنا على أمره، هي الثمار التي نصل إليها لو استقمنا على أمره. وأن حتى تكون الصورة بينة، وأن يكون الإنسان على بصيرة، وأن يرى الإنسان المآلات. من الأهمية بمكان دايما أن يرى الإنسان المآلات، المآل، ما سيصل إليه الإنسان، ماذا لنا لو استقمنا على أمر الله، ماذا لنا لو استقمنا على أمر الله، لو استقمنا على أمر الله سبحانه وتعالى. سهل لابد أن يكون على بصيرة من أمره، وأن تكون الرؤية رؤية واضحة. دايما رؤية المآلات بتعين الإنسان على الصبر على الطريق، وعلى المصابرة، وعلى الاستمرار. الاستمرارية والاستدامة مطلوبة، ولكن كيف السبيل لما بنرى دايما المآلات؟ لذلك أقول ماذا لنا لو استقمنا على أمر الله سبحانه وتعالى، أو بمعنى آخر ما هي ثمار الاستقامة، نتائج الاستقامة لو استقمنا على أمر الله. فالله عز وجل كما قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه ثمر من ثمار الاستقامة حنجدها فيهم في الدنيا قبل أن نجد ثمار الاستقامة في الآخرة. هذه أولى ثمار الاستقامة اللي احنا بنراها قبل خروج الإنسان من الدنيا، نراها عندما حنعاين ملك الموت ويأتي لقبض الروح. عند ذلك الإنسان بيبشر، إن كان من أهل الاستقامة يبشر بالبشرى الحسنة، وفي المقابل لو كان من انحرف أو أعرض تولى عن ذكر ربه حيبشر أيضا، ولكن يبشر بالبشرى السيئة. فلذلك لابد من استحضار هذا المعنى واستصحاب هذا المعنى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عن الملائكة. يبقى ده عند الاحتضار: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه ثمرة. الثمرة أيضا في الآخرة هي ثمار عديدة، لكن احنا بنذكر كده على سبيل المثال الثمرة التي يجنيها الإنسان في الآخرة: الاستقامة على أمر رب سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. طبعا بغية الإنسان الجنة، مقصده الجنة، سعي دايما أن يكون من أهل الجنة وأن ينجى من النار، لكن كيف السبيل؟ نقول متى استقمت على أمر الله عز وجل وصل الإنسان إلى مقصده وإلى بغيته وإلى هدفه. وكذلك ده بالإضافة إلى نتائج الاستقامة أو ثمار الاستقامة بيجدها الإنسان في دنيا قبل أخرى، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الكلام ده في الدنيا، يبقى كيف يعيش؟ يعيش في سعادة غامرة. سعادة المرء ليس هي في طعام أو شراب أو ملبس، ليست في مال أو وظيفة أو مركز اجتماعي، لا، سعادة الإنسان دايما لابد أن تكون في طاعة رب سبحانه وتعالى، لأن هذه التي تجلب بالإنسان السعادة الحقيقية غير السعادة اللحظية. ممكن الإنسان لو اشتهى طعاما ووصل إلى هذا الطعام وحصل على ذلك الطعام يشعر بنوع من أنواع السعادة، لكنها سعادة زائفة، سعادة سريعا ما تنقضي. كنا احنا بنتكلم على السعادة الحقيقية، السعادة التي تستمر بالإنسان حتى لقاء رب سبحانه وتعالى. سعادته في استقامته على ربه، في أيضا أن تكون حياة هذا الإنسان فعلا عبارة عن تطبيق عملي لأحكام ربي لامتثال أوامره. فلذلك سعادة المرء فين؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال الله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، دي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ده في الآخرة. يبقى الكلام في الدنيا والآخرة، دي مقومات السعادة: الإيمان والعمل الصالح، استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى ينال السعادة في الدنيا، ده بالإضافة إلى السعادة في الآخرة كما بينا من خلال هذه الآيات. حال الإنسان عند الاحتضار، عند ذلك تظهر النتيجة. لو كان ممن استقام على أمر رب سبحانه وتعالى حتى
تأتي الملائكة بهذه البشرى، ده قبل نزع الروح من بدني. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزع الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. عشان نعرف أيضا هذه النتيجة ننظر إلى من انحرف عمال الرب سبحانه وتعالى، حاله عند الاحتضار قبل خروج من الدنيا يبشر، ولكن يبشر بالبشرى السيئة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى نستحضر المشاهد، وحال الإنسان لابد أن يكون على أحد المشاهدين، إما يبشر بالبشرى الحسنة وإما يبشر بالأخرى. دي نتيجة حياة الإنسان، دي كمان نتيجة عمل الإنسان في الدنيا، نتيجة إنفاق الإنسان لعمره. فيما أنفق ذلك العمر، لو أنفق ذلك العمر في طاعة الله عز وجل واستقام على أمره ينال هذه النتيجة، يبشر بهذه البشرى الطيبة. لذلك لما بيبشر المؤمن بهذه البشرى الطيبة تسل روح المؤمن من جسده كما تسل القطرة من فيه السقاء، تخرج بسهولة ويصل. غير الكافر أو المنافق أو الفاجر لما يبشر بالبشرى السيئة عند ذلك الروح حتى تفرق في بدنه فتنزع نزعا شديدا يجد منها ذلك الألم، لكن روح المؤمن تسل كما تسل القطرة من فيه السقاء لما يبشر. يبقى نتصور كده إنسان يبشر بهذه البشرى، روح الإنسان تبقى عاملة إزاي؟ يبقى عايزة تخرج كده حتى تنال ذلك النعيم. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم اقتباس صاحب القرآن في الدنيا والآخرة، صاحب القرآن الذي يعيش مع كتاب ربي سبحانه وتعالى، يستمتع بقراءته، يستمتع بالنظر إلى كلام ربي سبحانه وتعالى، يستمتع بتلاوة الآيات، يستمتع بالاستماع إلى أوامر ربي سبحانه وتعالى. ذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الكتاب وقام به أناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا ويتصدق به أناء الليل وأناء النهار. لا حسد إلا في اثنتين. يبقى في نظر الإنسان انظر كده إلى من فضل عليك في الدين، لا تنظر إلى من فضل عليك في الدنيا، لا دي نظرة خاطئة. نظرة الإنسان في الدنيا تنظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد، لكن في الدنيا لا تنظر أبدا إلى من فضل عليه، حتى لا يزدر العبد نعم الرب سبحانه وتعالى ولا يستشعرها. لكن بالنسبة للدين انظر إلى من فضل عليك، انظر. ونتمنى أن نكون على حال، نتمنى نكون على نغبط على ذلك. فلذلك قال لا حسد إلا في اثنتين، لذلك حصر النبي صلى الله عليه وسلم هذه النظرة في اثنتين لا ثالث له. قال رجل أتاه الله الكتاب، علمه القرآن وقام به أناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا ويتصدق به أناء الليل وأناء النهار. ثم ذكر رواية أخرى أيضا حتى نصحح من خلال المفاهيم، إلى أن الرواية رجل أتاه الله الكتاب وقام به أناء الليل، نظن أن هو كل عمله هو قيام الليل قراءة الآيات فقط، لا، قراءة الآيات وتدبر الآيات فهم المعاني وبعد ذلك ينطلق إلى التطبيق العمل. الرواية الثانية تبين هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن هو يتلوه أناء الليل وأناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل أتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. عشان يعني نصحح احنا مفهوم، لان ممكن الانسان بيحفظ القران وكثيرا ما يقرا في كتاب رب سبحانه وتعالى يعني بيتحين كده اي فرصه عشان يقرا في كتاب رب، لكن هيقول له ما حالك مع كلام الله، ما حالك مع القران، هل هو القران نزل من اجل ان يكون عمل الانسان مع القران هو القراءه فقط حفظ النص فقط، ولا نزل القرآن لكي يطبق ويفعل؟ نزل لكي يطبق ويفعل. فيبقى الرواية الثانية بيّنت هذا الأمر، يبقى إحنا هنغبط ذلك الإنسان
لو تعلم العلم وقف على ما دلت عليه الآيات ثم فعل ذلك في واقع حياته. فلذلك قال لا حسد إلا في اثنتين: الرجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. يبقى ده هو ميدان التنافس فيما بيننا. لا تنافس أبدا، لا نتنافس على أي شيء من شؤون الدنيا أو أمر مرور الدنيا. الدنيا إلى زوال إلى الرحيل، لكن لما بنتنافس نتنافس على الباقي، نتنافس على الدرجات العلى، كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم. كيف كان يتنافسون؟ ميدان التنافس بين الصحابة رضي الله عنهم في الطاعات والقربات. ولذلك لما كانوا ينظرون إلى الأغنياء لا ينظرون إلى الغني أنه يستمتع بماله ويحصل على كل ما يشتهي من طعام أو شراب أو ملبس أو كساء وغير ذلك، لا، حتى الأغنياء من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون ذلك المال فيما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. فدي كانت نظرة الصحابة للمال. الذي حرم من المال يتمنى لو كان عنده مال. لماذا كان ذلك المطلب؟ حتى ينفقه فيما يقربه يا رب سبحانه وتعالى. والأغنياء من الصحابة إن كان معهم مال ماذا يصنعون بذلك المال؟ لم ينشغلوا أبدا أن يحصلوا على أي متاع من متاع الدنيا، لكن كان هم كله هو كيف يتقرب يا رب سبحانه وتعالى بهذا المال. لذلك الصحابة رضي الله عنهم فقراء المسلمين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ده اللي شغلهم، لأن الصحابة كلهم كان بيجمعهم هدف واحد. هذا الصحابة رضي الله عنهم هو كيفية الوصول والحصول على رضا الرب سبحانه وتعالى، وكيف يكونون من أهل الجنة، وكيف تكتب له النجاة من النيران. كما معاذ بن جبل رضي الله عنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا طلب؟ قال: رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. وده ما كانش سؤال من معاذ بن جبل رضي الله عنه فقط، ولكن ده كان حال الصحابة. حتى يعني الأعرابي يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل، يرشده على عمل كده حتى يعني هذا العمل يسوق الإنسان إلى الجنة ويبعده عن النيران. فده كان حياة الصحابة، هدفهم هدف أسمى، لم ينظروا للدنيا، لكنهم نظروا نظرة حقيقية للدنيا إن هي عبارة عن ممر إلى دار المقر، وإن الدنيا دي هي أرض الزرع والحصاد يكون يوم القيامة. فكان نظر الصحابة رغم أنه يعيشون بأبدانين على ظهر أرض، ولكن نظر الصحابة كان إلى السماء. فلذلك جاء فقراء المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصدقون. يبقى حتى الأغنياء من الصحابة ماذا كانوا يصنعون؟ يبقى كانوا ينفقون ذلك المال فيما كانوا ينفقون المال، يبقى في حج، في عمرة، في صدقات، في جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، أكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. قال: تسبحون تحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه، ده كلام سمية يعني رجع إلى أبي صالح يعني، فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. دي صور تسبيح يعني، إما أنا أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر وكرر الكلام ده 33 مرة، أو أن أنا أسبح 33 أحمد 33 وأكبر 33 وتمام الماء لا إله إلا الله كما هو معلوم. لكن دي صور يعني، دي صور، لو الإنسان امتثل لأي صورة صح الكلام. لكن الشاهد من الرواية إيه؟ ميدان التنافس ما بين الصحابة، ما كانوا يتنافسون على الدنيا ولكن كانوا يتنافسون على أمر الآخرة. وبالتالي نظر فقراء المسلمين إلى إخوانهم الأغنياء أنهم سبقوهم بفضل عمل، سبقوهم بفضل عمل. فكانت دي النظرة، نظرة الأغنياء إن ده المال وسيلة يقربه الرب سبحانه وتعالى، والفقراء يتمنون لو كان عندهم مال
حتى أيضا ينفقون ذلك المال فيما يقربه ربهم سبحانه وتعالى. فنظرة واحدة يعني فقراء المسلمين وأغنياء المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم هي نظرة واحدة أن المال عبارة عن وسيلة يتقرب بخير رب سبحانه وتعالى. يبقى إذا كان حج، إذا كان عمرة، إذا كان صدقات، إذا كان جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويبذل ذلك المال، يبقى ده كان همهم، لأن هو هم واحد كان عند الصحابة هو الانشغال بكيف يكون من أهل الجنة، السعي إليها. بالتالي أي وسيلة من الوسائل تحقق له ذلك المقصد فيبقى كان يسعى إليها، ولو فقد أي وسيلة يبقى كان ينظر يا ترى ما العمل. فكانت هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني تسبحون دبر بقى كل صلاة 33، تحمدون 33، تكبرون 33 أو 34، كان 33 تمام البيئة، يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير، أو إن إحنا 34 كما ورد في بعض الروايات، وإما إن إحنا على الفصل كده، وإما إن إحنا نقولها كلها كجملة واحدة، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، يبقى دي واحدة، الثانية والثالثة يبقى 33 كما قال سمي عن أبي صالح الذي روى عن أبي هريرة. الشاهد من هذه الرواية يعني إحنا أوردنا الرواية دي عشان تبين ميدان التنافس بين الصحابة رضي، وده ميدان التنافس ما بيننا كمسلمين، يبقى لا حسد إلا في اثنتين، يبقى رجل آتاه الله عز وجل القرآن، علمه القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، يبقى مش تلاوة كده حلقية فقط، دي تلاوة يعني نوع من أنواع التعامل مع القرآن، لكن أصلا القرآن ده للتطبيق. يبقى كيف كان يتلوه أناء النهار؟ بالتفعيل، يعني بتفعيل ما أمر الله تعالى به، بامتثال أوامر واجتناب النواهي. فسمع جار له فقال ايتني، أدي التنافس ما بينهم، أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. يبقى مش همه عشان المباهاة، المفاخرة، الرياء، السمعة، لا، ده همه كله عشان يعمل بعمل فلان. ايتني أوتيت ذلك العلم الذي أوتي فلان حتى أعمل بما يعمل من أمر الطاعة. فكان ده حرص الصحابة رضي الله عنهم، وده الميدان الذي كانت تتسابق فيه الصحابة، يتسابقون على الدرجات العلى والنعيم المقيم، ويعلمون يقينا أنه لا سكون للنفس ولا اطمئنان القلب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله عز وجل أوصانا على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوصانا أن نتمسك بكتابه، وهذه الوصية أيضا من ربك سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بما أوصانا الله تعالى؟ قال الله تعالى للرسول فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم، إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يبقى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، فاستمسك، يتشبث الإنسان فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألني. بما أوصانا ربنا سبحانه وتعالى؟ أوصانا بكتابه، أوصانا بالقرآن. ففي رواية عن طلحة رحمه الله قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أأوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله تعالى. أوصانا به، أوصانا بكتاب الله، كانت هذه وصية رب سبحانه وتعالى إلينا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وده في الحقيقة هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يورث دينارا ولا درهما ولكن ورث علما، فأخذ منه أخذ بحظ موفق. ذكر في رواية عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنه فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين اللي هو المصحف، ما ترك لنا إلا كتاب الله عز وجل، يكفي يكفي. وقال دخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين. ماذا ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن، كتاب الله عز وجل. أوصانا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأوصانا أن نستمسك بكتاب الله عز وجل، لأن من استمسك بكتاب رب سبحانه وتعالى ساقه وقاده إلى الجنة، قاده إلى الجنة. لكن لو كان الإعراض أو التولي، وإحنا ننتبه أيضا، يعني الإنسان قد يظن
أنه طالما كان قارئا للقرآن يبقى هو لم يكن متوليا أو معرضا عن كلام ربي، لكنه لم يفعل هذا الكلام. المطلوب مننا أننا أفعل القرآن في واقع حياتي، ده المطلوب. ما هو المطلوب؟ يعني هنعلم أيضا هو لماذا أنزل الله تعالى القرآن؟ كلام صريح، إجابة صريحة. يبقى هذه إجابة رب سبحانه وتعالى. لو قلنا لماذا أنزل الله عز وجل القرآن، هتجد إجابة صريحة لا تحتاج لتأويل، إجابة بينة تماما. لماذا أنزل الله عز وجل القرآن؟ هنجد الإجابة نأتي لها بإذن الله سبحانه وتعالى. أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ترك لنا القرآن، أوصانا بذلك. وصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعاهد القرآن وأن نستذكر القرآن. يبقى أوصانا أن احنا نتعاهد القرآن وأن نستذكر القرآن. فهذه روايات كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاد عليها أمسكها وإن أطلق ذهبا. بيمثلنا. قال أيضا: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. ورواية أيضا قال: تعاد القرآن فوالذي نفسي بيده لو أشد تفصيا من الإبل من عقلها. تعاهد القرآن، تعاهد الشيء وتستذكر القرآن. يعني إيه تعاهد القرآن؟ إيه معنى استذكر القرآن؟ يبقى ده المطلوب إن إحنا أداوم على قراءة القرآن، على التفكر في آيات الرحمن، على فهم الآيات وتدبر الآيات، ثم أتعاهد القرآن عن طريق الالتزام السلوكي. ده التعاهد بقى. يبقى زي ما أنا هتعاهد كده بعد الصلوات أتعاهد أذكار الصلاة، يبقى الإنسان بيتعاهد أذكار الصلاة. ماذا يصنع؟ يبقى بعد ما بننتهي من صلاة الفريضة يبقى في أذكار كما علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أتعاهد الأذكار ده، هي أتعاهد معناها إيه؟ إن أنا أفعل ذلك في واقع حياتي، مش عبارة عن أذكار أنا أرددها كده باللسان مع غفلة القلب، لا، هذا لا يصلح. الذكر دايما لابد من استحضار القلب نمرة واحد. الأمر الثاني، اللسان يعبر عما كان في القلب. لكن اللسان ممكن اللسان يبقى قلبه لاهي كده واللسان لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى، لكن لا ترى أثرا لهذا هذه الأذكار في حياتي. ليه؟ لمع غفلة القلب. المطلوب في الذكر دايما سواء بقى قرآن أو سنة أو أذكار أو غير ذلك، لابد من الحضور القلبي. الحضور القلبي، يبقى حضور القلب، يقظة القلب. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. ما يتم من ذكر ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ليه مش بيفعلوا الكلام دوت؟ القلب في وادي تاني. فالمطلوب فعلا أولا أتأكد من حضور القلب عند قراءة القرآن أو عند الأذكار أو غير ذلك. حضور القلب أساسا، واللسان عبارة عن آلة للتعبير، يعبر عما كان في قلوبنا. إن قلنا سبحان الله يبقى القلب قال واللسان عبر. الحمد لله يبقى القلب قال واللسان يعبر. لكن لما أنا أقول الأذكار ده يبقى همي كلها إن أنا انتهيت الأذكار، لكن ما تجدش أي أثر لهذا الذكر على سلوكياتك، أو لا ترى ارتفاعا في المنسوب الإيماني. دي طاعة، والإيمان بيزيد وينقص يزيد بالطاعة. طب زاد المنسوب الإيماني؟ لو أديت الطاعة بصورة صحيحة لزاد المنسوب الإيماني، لكن لما لا نجد أي أثر أو زيادة في المنسوب الإيماني يبقى إحنا كده الظاهر إن إحنا كأننا كنا في طاعة لكن ليس لها أثر. لا، ده الإيمان بيزيد وينقص يزيد بالطاعة، يبقى كل طاعة يزداد فيها المنسوب الإيماني للإنسان. فلذلك قال تعاهد. يبقى كيف تعاهد القرآن؟ تعاهد القرآن بالتلاوة، بالتدبر، بالعمل، بالسلوك. يبقى ده التعاهد، يعني هذا هو التعاهد. ولذلك فبئس حامل القرآن بل لم نرى أثر القرآن على واقعه أو على سلوكه. كما سيأتي الآيات من خلال القرآن بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني أن الإنسان الحامل للقرآن عشان يكون حامل على الحقيقة لابد أن نرى أثر الآيات على واقعه وعلى سلوكه. إن لم يتغير واقع الإنسان أو سلوكيات الإنسان بناء على ما يقرأ يتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى، فماذا تحمل أيها الإنسان؟ هنعرف كيف وصف الله عز وجل من كان حاملا للنص دون أن يفعل النص في واقع حياته. لكن نقول بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل من علم وعلم. يعني قال إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى أنا بتعلم القرآن وأعلم القرآن،
أتعلم العلم وأعلم العلم، وإلا أخطر يعني مسألة بتمر على الإنسان دون أن يعي ذلك أو يستوعب هو أن يكون ممن يكتم العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى بنفهم كده، خلي بالك احذر من كتمان العلم، أن نعلم مسألة ثم تكون حبيسة في صدورنا. لا، المطلوب أن احنا نقوم بنشر العلم بإذاعته. كيف حنذيع العلم؟ يبقى ما نتعلمه يبقى نقوم بنشره وببث وإذاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى خيرية الأفضلية لمن تعلم وعلم. لكن دايما بننتبه إن العلم دايما لما بيذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقصد به علم نظري معزول عن الواقع أو العمل. كلمة العلم اقتضاء العلم العمل. العلم دايما يهتف بالعمل، فيش كده علم نظري، يعني ده علم نظري ليس له رصيد في الواقع، لكن كلمة العلم يقتضي ذلك التطبيق والتفعيل. يبقى اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. يبقى مقتضى هذا العلم يبقى ان احنا نرى اثر هذه المعلومات على واقع الانسان، والا هنجد هذه الذم في كتاب الله عز وجل لمن تعلم العلم ولم نرى اثرا لذلك العلم في واقع حياته. فلذلك خيركم من تعلم القران وعلمه. وذكر روايه كده عن ابي عبد الرحمن السلمي، وده من التابعين رحمه الله، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القران وعلمه. وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه حتى كان الحجاج، قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ده كان من التابعين، وتعلم القرآن على أيدي الصحابة رضي الله عنه كعثمان بن عفان، أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب، تعلم على يد الصحابة رضي الله عنه. فذكر رواية عن عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى كأن أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تشبث بهذه الرواية: خيركم، يبقى بيسعى الخيرية من تعلم القرآن وعلمه، يبقى يتعلم ويطبق وأفعل وأعلم. فلذلك فعل الرواية دهية. لذلك أقرأ أبو عبد الرحمن في أمرة عثمان، كان ليه مجلس يعلم فيه الناس القرآن حتى كان الحجاج، لغاية لما تولى الحجاج متبع عثمان رضي الله عنه، قال الحجاج: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. إيه اللي أجلسه بقى المجلس ده؟ هو القرآن. طب ماذا فعل؟ هو رواية؟ فعل الرواية. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خلاص أنا ما أكون من أهل هذه الرواية. يبقى المطلوب أتعلم القرآن، أتقن ذلك، وليس معنى الإتقان إتقان بقى التدوين والمخارج والصفات وده نهاية عمل الإنسان مع القرآن، لا. يبقى لكن أتقن القرآن قراءة وعمل، ده الإتقان، لكن مش إتقان قراءة فقط. لكن إتقان القراءة فعلا براعي أحكام التدوين، راعي أحكام المخارج والصفات، ده أمر مطلوب. ولكن فين بقى إتقان العمل؟ فين العمل؟ العلم ده يهتف دايما بالعمل ويعلم ذلك العلم، ويعلم هذا العلم. مش هتعلم كده علم نظري فقط، ولكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان. كان يلتقي مع جبريل في كل ليلة فيدرسه القرآن، يعني كان بيقوم بعرض القرآن وتثبيت أيضا المعاني. الآيات دي لها معاني، فين المعاني؟ أين هذه المعاني؟ هي كلام كده نظري لا معنى له؟ يعني كيف أعامل كلام الرب بهذه الصورة؟ يبقى لما احنا بنحفظ القرآن كنص فقط وأنا لا أعلم ما دلت عليه الآيات، كيف أعامل كلام ربي سبحانه وتعالى بذلك؟ ده مراد الرب سبحانه وتعالى مبين فين؟ عن طريق آيات القرآن. ماذا طلب الله عز وجل منا؟ لا أقول لك ماذا طلب الله تعالى منك، تعرفه منين؟ يبقى هنعرفه أنا من القرآن. القرآن هو الذي دل على ما أراد الرب سبحانه وتعالى. والإنسان بالقرآن ينال الرفعة في الدنيا والآخرة، مش في الآخرة فقط. لازم احنا نصحح المفهوم،
يبقى ينام الرفعة في الدنيا والآخرة. كما ذكر رواية عن أبي الطفيل عامر بن واسلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر الخطاب رضي الله عنه بعصفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ وده كان أمير عمر على هذا المكان. لما تقابل مع عمر رضي الله عنه: طب من استخلفت؟ من اللي خليته نائب عنك بعد ما هو بيلتقي مع عمر الخطاب؟ قال: استخلفت عليه ابن أبزة. قال: وما ابن أبزة؟ مين ده هو؟ قال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليه المولى؟ فقال: انه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قادر. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه: اما ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. مش رفع في الاخره فقط، ولكن رفع في الدنيا والاخره، رفع بحسن الصيت. يعني ايه اللي اوصله؟ نقول: ايه اللي اوصل عبد الرحمن السلمي رحمه الله ان يجلس هذا المجلس قران؟ ايه اللي اوصل ابن ابي ابزه ان يستخلفه على الرعيه؟ يبقى هو القران. قال انه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قادر. ولما نيجي نقول قارئ لكتاب الله، يعني مش معناها يقيم الحروف فقط، ما كانش ده الحال، ما كانش ده حال هؤلاء ان هم في سعيهم لاقامه الحروف، لا. ولكن القران لو سالنا عن اي ايه، حسبك ماذا ترشد هذه الايه وما تقول هذه الايه، لكانت الاجابه. ليه؟ لان هو المطلوب ان يطبق ويفعل ذلك. عشان كده ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول لنا: لما تعلموا القران على ايدي الصحابه هم بيحكوا له، قالوا: كانوا ياخذون العشر ايات من فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيه ثم يعملون بما فيه. يبقى ده كان المنهج، هو منهج تعامل الصحابه رضي الله عنهم مع القران. عند الصحابه عندهم جوده في الحفظ رضي الله عنه، ولكن ما كانش ميدان التسابق بين الصحابه اكثرهم حفظا كده بحفظ نظري لنصوص لا مدلول لها، لا، كان ياخذون العشر ايات من فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون ذلك ثم يعلمون ما فيها. يبقى الايه دي ما دلت عليه الايات دهيت، وبالتالي يضع التصور ثم يعمل. يبقى قرأ الايات ووقف، وقف على ما دلت عليه، وبعد كده فعل هذا الأمر، ثم يعود ليأخذ عشر آيات أخرى. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فتعلموا القرآن والعلم والعمل. جملة واحدة، مش دي جمل منفصلة، لا، جملة واحدة، جملة واحدة. الآيات دي بتدل على إيه معنى؟ المعنى ده المطلوب منه إن أنا أفعل هذا المعنى في واقع حياتي. إما بقى سلوك مرفوض أنا أمتنع عنه، سلوك مرغوب فيه انا اسعى لان اكون من اهل هذه السلوكيات المطلوبه او المرغوبه، تصحيح في امر اعتقاد، في امر سلوك، في امر عمل، امر عباده، المهم يعني العلم يقف عليه ثم يفعل ذلك. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. ان ارسلنا رساله الى قارئ القران ماذا نقول؟ نقول: انتبه يا قارئ القران، انتبه، القرآن حجة لك عليك. جملة قصيرة جدا وجملة وجيزة جدا، لكن الجملة دي بترشد إلى منهج التعامل مع القرآن. يا قارئ القرآن، القرآن حجة لك وعليك، إما القرآن يكون حجة لك أو أن يكون حجة عليك، حجة لك أو حجة عليك. ده عنوان قصير جدا وعنوان وجيز جدا، لكن يحمل ذلك المنهج. الكلام ده قبل ما نتكلم فيه، أنا عايز أغير نظرتي إلى القرآن. كيف أنظر القرآن؟ أنا بنظر للقرآن إنه القرآن رسالات من ربي سبحانه وتعالى إلي، ليس إلى غيره. لو إحنا صححنا النظرة دي، كل واحد يبقى المصحف ده رسالات الرب إلى مين؟ إلي أنا. أقرأه من أوله إلى آخره هي رسالات الرب سبحانه وتعالى إلي. وأي رسالة لما يرسل إليك رسالة ماذا تصنع؟ لازم أنا أقرأ وأقف على المضمون. ايه مضمون الرساله؟ يعني ايه مضمون؟ اي رساله ليها مضمون. فالقران باكمله النظره التي لابد ان نصححها ان ده رسالات الرب سبحانه وتعالى اليه. وانت تنظر كذلك، وكل مسلم ينظر بهذه النظره ان القران، انظر الى كلام الرب سبحانه وتعالى، المصحف باكمله كده، هذا المصحف رسالات الرب سبحانه وتعالى اليه، ليست الى غيره. سواء بقى هي بخطاب مباشر او خطاب غير مباشر.
اما خطاب يا ايها الذين امنوا، خطاب مباشر اهو، او لأنه بتتكلم يا اهل الكتاب يا بني اسرائيل، يبقى دي خطاب، حتى نقول ده خطاب غير مباشر، ده الخطاب ده موجه لهؤلاء. بس انا المقصود بيه، انا المقصود ان احنا لما نرجع كده ونتذكر ماذا نقول في فاتحه الكتاب، نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى ماذا اطلب؟ انا بطلب من ربي سبحانه وتعالى ان يوفقني الى الطريق المستقيم، طريق اهل الطاعات والاستقامه، وفي المقابل ان اجنب طريق اهل الهوايه اللي هم انحرفوا، امم انحرفت عن رسالات ربها سبحانه وتعالى، يبقى امم انحرفت. فالله تعالى اجاب يعني هذا المطلب، وبالتالي بين لنا كيف انحرفت هذه الامم. طب ليه بيحكي لنا هذا الامر؟ عشان انا اجتنب. يعني ايه سبب هلاك الامم دي؟ لماذا نزلت العقوبه؟ باسباب، فكلنا اخذنا بذنبه، فعشان انا اجتنب. فبنو اسرائيل كيف انحرفوا؟ ننظر كده الى معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، لما كان امير المؤمنين وقدم الى المدينه، فعلى ذلك اخذ صعد المنبر واخذ بقصه من شعر زي الباروكه كده، وقال اين علماؤكم؟ اين علماؤكم؟ انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذها نساؤهم. فين العلماء؟ كان سبب هلاك دول ايه؟ حين اتخذها نساؤهم، لما انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل حرم ذلك على كما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواصله والمستوصله. يبقى دي ملعونه. يبقى على ذلك كيف نصنع؟ يعني كيف نصنع؟ فعل الانسان هيقدم على الفعل الذي يلعن بسببه ولا يجتنب هذا؟ تجتنب هذا الامر. فلذلك قال انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذها نساؤهم. ولذلك في البدايه كده اين علماؤكم؟ فين العلماء؟ اين العلماء؟ يصححون مسار الناس، وايضا يشدون الناس الى طرق التصحيح. فانا القران كيف انظر اليه؟ هذا القران رسالات الرب الي سبحانه وتعالى. اما طريق مباشر او طريق خطاب غير مباشر. انا المقصود به، ولكن رب سبحانه وتعالى بين لنا كيف انحرفت الامم دي، انحرفوا ازاي؟ طب ليه يا ترى الحكايه عن انحراف الامم؟ عشان انا اجتنب هذا الامر، اجتنبه عشان نجتنب انحراف هؤلاء. ولماذا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى سبيل المؤمنين؟ عشان اسلك هذا السبيل. ولماذا بين لنا سبيل المجرمين؟ عشان نجتنب ذلك الامر. فيبقى اذا لابد ان اصحح انا نظرتي للقران، ان القران رساله رب الي سبحانه وتعالى من اوله الى اخره، رساله رب سبحانه وتعالى. وهيجي الكلام باذن الله سبحانه وتعالى نبين ان ده كان منهج الصحابه رضي الله عنهم، كيف قرأوا الايات وكيف تعاملوا مع الايات، ان هو المقصود بهذا الخطاب وتعامل من خلال ذلك المضمون. فنقول رساله قارئ القران، ننتبه، القران حجه لك وعليك، اما يكون حجه للانسان او حجه على الانسان. بس في البدايه كده لازم جميعا نصحي هذه النظرة، أن القرآن رسالة رب سبحانه وتعالى من أول إلى آخره إلي أنا. كيف أقرأ الرسالة؟ إما هي برسالة بطريق مباشر أو غير مباشر، لازم أقف على المضمون. ما فيش رسالة ترسل إلى الإنسان من غير مضمون. فرسالات رب إلينا سبحانه وتعالى ليها مضمون، إيه المضمون بتاعها؟ يبقى هي ما دلت عليه. طب بعد ما وقفنا على ما دلت عليه الآيات، يبقى أبدأ أنا أفعل هذا الأمر. يبقى دي إرشادات توجيهات من رب سبحانه وتعالى عشان احنا نتبع هذه التعليمات وتلك التوجيهات وهذه الارشادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملا الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والارض، والصلاه نور، والصدقه نوران، والصبر ضياء، والقران حجه لك او عليك. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها او منفقها. يبقى القران حجه لك وعليك. الكلام ده موجه الي انا. انا بقرا الرساله اقول لنفسي القران اما حجه لي او حجه علي. انت تقرا الرساله القران حجه لك او حجه عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى ازاي؟ يعني كيف يكون حجه للانسان وكيف يكون حجه على الانسان؟ حجه للانسان لو كان يتبع التعليمات والارشادات والتوجيهات. حجه على الانسان لو كان يخالف في اعراضه وتوليه عن اوامر ربي سبحانه وتعالى. تخيل كده الله تعالى امر بامر انت لم تمتثل الامر، يبقى الايه دي نص حجه لك ولا عليك؟ حجه على الانسان. يبقى ايه
امتثلنا لهذا الأمر الذي ورد في الآية يبقى حجة للإنسان، يبقى حجة للإنسان لو كان مفعما ذلك، حجة على الإنسان لو انحرف ولم يفعل وكان منه التولي والإعراض. ولذلك المطلوب ما هو المطلوب؟ المطلوب أن نصل إلى أن نكون من عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين، أن تكون ربانيا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الكلام الآية دي بتعلمنا لابد من المذاكرة ولابد من الدراسة للقرآن، يعني لا يصلح فرق ما بين التلاوة والدراسة. يبقى كما قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية معلومة قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن صدر مسلما صدر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم الشاهد بقى من الكلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ماذا يصنعون؟ يتلون كتاب الله فقط ويتدارسونه بينهم. يبقى الدراسة المذاكرة التلاوة الرواية صريحة جدا، يتلون كتاب الله التلاوة بكلمة التلاوة ويتدارسونه بينهم. لا بد أن نقف على ما دلت عليه الآيات، ما أرشدت إليه الآيات، إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكروا الله في من عنده. يبقى عشان إحنا نحصل على المزايا دهية يبقى الأمر مقيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت بيوت الله، اجتماع في المسجد، وكذلك أيضا المذاكرة والمدارسة لكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى أو لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم دراسة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى المذاكرة تعاهدوا القرآن، استذكروا القرآن. إيه معنى التعاهد؟ إيه معنى المذاكرة؟ يبقى بالتلاوة وبالتدبر والتزام العمل والسلوك أو التزام ما دلت عليه الآيات. يبقى ده هو ده التعاهد، ده المذاكرة كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لم تبول ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله، ارجع كده دائما ما هي التلاوة؟ إحنا عندنا مفهوم التلاوة لا هي التلاوة اللي بنقولها فقط، لا، التلاوة معناها هو العمل بما أنزل الله عز وجل على الرسول، يتبعون ما جاء في كتاب ربهم سبحانه وتعالى. دي التلاوة، التلاوة الحقة. الذين يتلون كتاب يتلونه حق تلاوته. ايه حق التلاوة دي؟ ايه حق التلاوة؟ اي يتبعون ما فيه، يتبعون ما فيه، يمتثلون لأوامر ربهم سبحانه وتعالى ويجتنبون ما نهى عنه، يحلون ما أحل ويحرمون ما حرم، لا يحرفون عن منهج ربهم ولا يحرفون عن صراط ربهم المستقيم. يبقى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ايه بقى حق التلاوة؟ يبقى يحلون الحلال ويحرمون الحرام، يعملون بمحكم ويعملون بمتشابه ويمتثلون أوامر ربهم سبحانه وتعالى ويجتنبون ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله، يبقى مش تلاوة حلقية فقط، مش تلاوة حلقية. وإلا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذم الخوارج، لما ذم الخيصرة، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، قال ويحك فمن يعدل لم أعدل، قد قلت وخسرت إذا إن لم أعدل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضد ذلك الرجل من صلبه أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، قال يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، لا يجوز حناجرهم، قرآن بيقرأوا قرآن لين الرتبة وتراهم كده يكثرون من ترديد الآيات، ولكن فين وقع الآيات؟ قال يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، لا يجوز حناجرهم. يبقى قراءة إيه؟ قراءة حلقية، قراءة حلقية، لكن ليس هناك أثر لهذا المقروء أو المسموع في واقع هذه. فكان ذلك الذم من النبي
صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا المطلوب نفهم معنى الايات، نحاول نفهم معنى الايه كده لما نقراها دون ان نرجع الى تفسير وكلام العلماء في هذا البيان. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. يبقى علامه الايمان هو تلاوة القرآن، حق تلاوته. إيه حق تلاوته؟ يبقى أن نتبع ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، يبقى نتبع ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك يبقى في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أنزل على رسول هذه الآيات، ده في بداية المبعث. يعني كان كم القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما زال قليلا، لكن تنزل الآيات عشان يرتلون الآيات في قيامهم بالليل بين يدي الملك الديان. نزل الآيات: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا ما ينساش إنسان حظه من قيام الليل. ليه؟ لأن قيام الليل يبقى هذه الخلوة لا تأثير أيضا في استيعاب الإنسان. القلب الآن يعني لم ينشغل بأمور من أمور الدنيا، ولكن هو أصبح خالي، يبقى خالي البال كده، مفيش حاجة شغلاه. يبقى على ذلك القلب حيعي، حيعي ويستوعب ما يقرأ أو ما يستمع إليه من آيات. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يبقى ده أثبت للقرآن ومعانيه في نفس الإنسان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين أن ده أيضا كان منهج، منهج هو تدبر آيات والوقوف من أدلة سبحانه وتعالى. لذلك لما ذكر عن أهل الكتاب: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم يسجدون. يعني يذكر كده لهم حال مع ربهم سبحانه وتعالى، لهم حال. والآيات في ذلك كثيرة، يعني في خواتيم سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبوا الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقيما. يبقى بيتوتة هؤلاء في وقوفين وامتثالين بين يدي الله سبحانه وتعالى، يدعونه ويتضرعون إليه ويلجؤون إليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه لا بد من المصاحبة بالقرآن. عشان إحنا نتفع بالقرآن يبقى لا بد أن يكون هناك مصاحبة. المصاحبة معناها إيه؟ الملازمة. فلان ده صاحب، يبقى في ملازمة، كثرة الملازمة. فأيضا كثرة الملازمة مع القرآن يبقى ليست تلاوة فقط، ولكن تلاوة ووقوف على معاني الآيات. ثم نتصور كيف أترجم ذلك في واقع حياتي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يبقى الصاحب اللي هو ملازم، عشان كده المرأة إيه؟ تسمى صاحبة من ملازمة المرأة لزوجها، يبقى صاحبة. يبقى القرآن صاحب، يبقى الملازمة، الملازمة، يبقى مفيش هجران. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجا عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال اقرأوا القرآن، يعني نقول ده رواية تتكلم على قراءة القرآن. هل المقصود بها القراءة الحنجرية؟ ننظر الآية الثانية زي ما اتكلمنا على مسألة لا حصر إلا في اثنتين. انظر الرواية الثانية بتتكلم إن يبقى ده هذا الرجل كان يقرأ القرآن آناء الليل وآناء النهار وكان يعمل بما في كتاب رب سبحانه وتعالى. هنا نفس القضية: اقرأوا القرآن، يبقى قراءة فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يبقى كثرة القراءة فقط لا. انظر الرواية الثانية مباشرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وآل الذين كانوا يعملون به. كلام صريح اهو، العمل.
قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهل الذين كانوا يعملون به. أقدموا سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما. يبقى يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهل الذين كانوا يعملون به. تتقدموا سورة البقرة وآل عمران. عشان كده قال اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران. بس مش قراءة دون أن أنا لا أقف على ما دلت ومشرع عليه آيات سورة البقرة. سورة آل عمران عما تتكلم؟ لما نيجي نقول سورة البقرة عما تتكلم يبقى على ذلك حنجد يعني وكأنه ليس هناك معلومة، كأن يعني القراءة كانت قراءة حلقية فقط، نص كده احنا بنقيم الحروف فقط، هي آيات ما دلتش على أي معاني. فلما أقرأ سورة البقرة بستدعي أنا المعنى عند القراءة، أقرأ سورة آل عمران بستدعي حتى لو كان المعنى العام، المعنى العام للآيات. فلذلك يبقى لابد أن أنا لما أقرأ دي رسالة، سورة البقرة عبارة عن رسالات من ربي إلي، طب مضمون الرسالة دي يبقى لازم أنا أقف على هذه المضمون. ولذلك كما قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة أهل الذين كانوا يعملون، ده أهل القرآن بقى، أدي أهل القرآن لصاحب القرآن، يبقى كانوا يعملون به ويتطلع عشان أنا أعمل يبقى لازم أقف على ما دلت عليه الآيات، ثم تصور كيف يكون التطبيق. قال تقدموا سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما، يعني كأنهما غمامتان أو غياتان أو فرقان من طير صواف، زي كده حاجة تظل الإنسان، يبقى حاجة تظل الإنسان سواء بقى فرقان أو حزقان من طير صواف يبقى متلاحم كده، أو غياتان أو غمامتان. وقال ظلتان سوداوان بينهما شرق ضياء ونور يعني، او كانهما حزقان من طير صواف، يبقى زي الطير كده ما بيطير في 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 السماء بتجد مجموعات مجموعات، يبقى ده اساسا يبقى كيف يعني يوقى الانسان من حر الشمس يوم القيامه، يبقى عن طريق سوره البقره عمران، بس مش قراءه فقط حلقيه، ولكن لابد من اهل القران هم الذين يعملون به، عشان اعمل لابد ان انا اقف على ما دلت عليه الايات واتصور كيف يكون التطبيق. فما يكونش عملي مع القران هو اقامه الحروف او القراءه مهما كان يعني حسن صوت ذلك الانسان، حتى لو كان صوته ندي وكان على ذلك بيتبع يقف على المخارج وعلى الصفات يراعي احكام التجويد واحكام المدود الى غير ذلك، كل ده امر مطلوب، لكن مش هو ده منتهى عمل الانسان. عملي هو في تفعيلي لما قرأناه واستمعنا إليه من آيات الرحمن، من آيات الرحمن. هيجي الكلام بعد ذلك عن معرفة العبد لفضل رب سبحانه وتعالى، لازم نعرف فضل الرب سبحانه وتعالى علينا. من فضل سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا، من فضل الله عز وجل ورحمته وإحسانه ونعمه أن أنزل هذا القرآن واصطفى لنا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلمنا كيف نتعامل مع القرآن. فلابد من معرفة أن العبد يتعرف على فضل ربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيدا من فوقه فرفع رأسه، صوت باب يتفتح فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيت إلا أعطيت. قال على ذلك هذا ملك نزل هذا الباب لم يفتح إلا ذلك اليوم، لم يفتح قبل ذلك، وهذا الملك نزل الأرض لم ينزل قط قبل ذلك. سلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، عشان نعلم قيمة ما معنا وعظم ما معنا سورة الفاتحة. قال أبشر بنورين، يبقى القرآن بصفة عامة هو نور كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى وكما سماه وكما ذكر الله عز وجل، والنور الذي أنزلنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والنور الذي أنزلنا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
كما سيأتي الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى والكلام نعرف ما وصف الله عز وجل به القرآن. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فين النور؟ الفاتحة نور، خواتيم سورة البقرة أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذا الملك لم ينزل قبل ذلك اليوم، وهذا باب لم يفتح قبل ذلك اليوم كما قال جبريل عليه السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بما أوصانا قال من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قالوا تكفي عن قيام الليل، تكفي من السوء، من المخالفات، تكفي من الشيطان، تكفي لأنه فيها العقيدة، الإنسان لعقيدته في رب سبحانه وتعالى وفي الكتب والرسل واليوم الآخر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليه ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يبقى من قرأ هاتين الآيتين من خواتيم سورة البقرة كفتاه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كفتاه عن قيام الليل، كفتاه من السوء، من الشيطان، كفتاه لأنه قد أعلن عن عقيدته، أعلن عن عقيدته، عقيدة الإنسان في رب سبحانه وتعالى، في رسله، في كتبه، في اليوم الآخر، في الملائكة، أعلن هذه العقيدة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يبقى حتى بيعلن كده أنه آمن بما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، كما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم براء بن عازب رضي الله عنه عندما يأوي إلى فراشه كيف يصنع. يبقى على ذلك علموا ذلك الدعاء في نهايته، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يبقى كفتاه من قيام الليل، كفتاه من السوء، من الشيطان، من المخالفات، وكذلك كفتاه لإعلان عن عقيدة. يبقى دي الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، آمن الرسول من أنزل من ربه والمؤمنون إلى آخر هذه السورة. أيضا في كتاب الله عز وجل أعظم آية في الكتاب، أعظم سورة الفاتحة، أعظم آية هي آية الكرسي، أعظم آية هي آية الكرسي، ودي آية محفوظة عندنا، ولكن هي أعظم آية كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وحنكتفي إن شاء الله تعالى اليوم بذلك القدر، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.